نصيحة انه يشتري في سهم الشركة بتاعتي. هو دي الحالة اللي ممكن يبقى فيها تعارض، والحالة دي مش موجودة حاليا نظرا لانه زي ما بقول لحضرتك لابد من المرور باجراءات معينة، موافقة الهيئة العامة لسوق الهيئة العامة للرقابة المالية على المشتري، على المشتري قبل ما تنفذ العملية. فالحالات دي مش موجودة حتى اللحظة اللي احنا فيها. هو اللي بيطالب بيه نظرا لان شركات السمسرة مقيدة في البورصة انه يتم وضع آليات تسهل التداول عليها، انه التداول عليها حاليا صعب. يعني انت حضرتك بتطالب بآليات واضحة تسهل التداول، لتسهل التداول، مش العكس اللي احنا بنتكلم على انه يحصل تلاعب، لا ده هو حاليا ما تقدرش حضرتك، لو حضرتك طلب على الشاشة ما حدش هيبيع لك من شركة سمسرة. تمام، احنا بنشكر حضراتكم جدا جدا على وجودكم معانا، وبنشكر مرة تانية أستاذ عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، والأستاذ أحمد سيد العضو المنتدب بشركة بيراميدز كابيتال على حضورهم ومساعدة صدورهم لينا. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، والفقرة اللي الناس كتير بتستناها فقرة أكاديمية البورصة. نطلع فاصل ونرجع لكم، استنوا. رجعنا لكم تاني وفقرة أكاديمية البورصة. الحقيقة الفقرة دي أنا بحبها جدا، خصوصا أن معايا الأستاذ وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ. أستاذ وائل أهلا وسهلا، شرفتنا ووحشتنا أشكرك. أهلا والناس بيك. كمان كلهم توحشتهم، بقالك كم حلقة كده مزوغ مننا. أنا كنت مستني السوق يطلع والسوق طلع حلو الحمد لله. الحمد لله، وشك حلو على السوق. الحمد لله. إحنا آخر حاجة اتكلمنا فيها أنا وأنت كان موضوع اتخاذ القرار، ازاي المستثمر اللي عايز يدخل البورصه ازاي ياخد القرار، وده كان مهم قوي انه يعرف تاريخ الشركه اللي هيستثمر فيها، تاريخ السهم كمان، ربح الشركه وعدد الشركه وعدد الاسهم ونظريه قالوله الاستاذ وائل اقترحها. النظريه قالوله نظريه فاشله جدا، انه قالوله ان السهم ده هيطلع فكلنا نجري عليه. النهارده عايزين نتكلم على حاجات تانية مهمة برضو، كل السادة المشاهدين برضو حابين يعرفوها، لأنه التعامل مع البورصة حقيقة مش سهل. يعني لازم تكون على دراية ومعرفة، خصوصا لو أنت هتستثمر فلوسك بشكل منفرد، مش عن طريق شركة لإدارة محافظ مثلا، أو عن طريق سندات استثمار أو صناديق الاستثمار أو سندات أو واتيفر مع الناس المتخصصة. إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة اسمها مضاعفة الربحية. تمام، عايزين نعرفها ازاي بتتحسب وبتستخدم، يعني استخداماتها ايه، ويعني عايزين نتكلم عن النقطه دي، وعايزين نعرف تعريفها برضو مهم قوي، لانه دي من الحاجات المهمه. مضاعف الربحيه باختصار شديد عدد السنوات اللي ترجع لي فيها فلوسي من ربح السهم. عدد السنوات، عدد السنوات مكرر، عدد السنوات اللي ترجع لي فيها فلوسي اللي انا حطيتها من ربح السهم. بمعنى لو السهم سعره 10 جنيه وربحه جنيه، يبقى محتاج 10 سنين، يبقى انا في 10 سنين هترجع لي فلوسي. تمام، مع الاحتفاظ باصل ال 10 جنيه، مع الاصل الاستثماري يفضل قائم. تمام، يرجع من ربح السهم اللي هو الجنيه سنويا. طيب احنا قلنا اهو افتراض، الافتراض ده انا بنيته على ايه؟ ان انا عرفت ربح السهم. طب عشان ارجع اعرف ربح السهم لازم معلومتين مهمين جدا ابقى عارفهم وانا داخل استثمر في اي شركه. اول حاجه عدد اسهم الشركه. عدد اسهمها قد ايه؟ وربح الشركه ككل. بفرض ان الشركه عدد اسهمها مليون سهم وبتكسب في السنه مليون جنيه. يبقى اذا ربح السهم الواحد جنيه. جنيه. ان انا قسمت المليون جنيه على عدد الاسهم المليون سهم فطلع ربح السهم الواحد جنيه. اخد سعره في السوق. اللي هو هنفترض انه 10 جنيه، اقسمه على ربح السهم اللي هي جنيه يديني مضاعف الربحيه 10 جنيه. 10 مرات. 10 مرات. يبقى لو سعره في السوق 10 جنيه وبيربح في السنه جنيه، يبقى اذا مضاعف الربحيه 10 مرات. تمام. بنيجي نقارن احنا بين الاسهم وبعضها بالمضاعف، يبقى اللي مضاعفه 10 في نظري ارخص من اللي مضاعفه 20. لان عدد السنين اللي هترجع لي فلوسي 10 اقل. يعني كل ما مضاعف الربحيه يقل يبقى ده جذاب. يبقى جذاب، يعني علاقه عكسيه. طبعا كل ما يقل يبقى السهم ده جذاب للشراء. طب مضاعف الربحيه زيرو ده يبقى ايه؟
لا هو طبعا مفيش مضاعف ربحية تبقى زيرو، صعبة جدا يعني، ممكن نوصل ان مضاعف ربحية واحد واحد يعني بعد سنة يرجع لك فلوس يرجع لك فلوس بعد سنة. طيب في الحالة دي لابد الافتراضية دي قايمة على ان ربح الشركة ده هو ربح من نشاط الشركة وليس ربح استثنائي عارض، يعني مثلا مش يعني وصول يعني الاصول بتاعتها مش ارباح استثنائية تمام. تمام لا ده ربح استثنائي عارض يعني هيتكرر. مثلا نوضح دي، يعني مش واحد مثلا عنده شركة والشركة ما بتخسرش بس قيمة الاراضي اللي مقام عليها الشركة كبيرة جدا فباعها وخد فلوسها، دي بتسمى ارباح راس ماليه مظبوط؟ اه ما بتتكررش، دي ما بتتكررش. فانا لما اجي ابص على ربح الشركه لازم ابقى عارف ان ده ربح نشاط وليس ربح من بيع اصول او ارباح راس ماليه جايز انها ما تتكررش. تمام، فدي اول نقطه ان انا اتاكد ان ده ربح نشاط. النقطه الثانيه ان انا اقارن في مضاعف الربحيه ما بين اسهم في نفس القطاع. ان انا مجيش ينفع اقارن مضاعف ربحيه في قطاع الاتصالات مع قطاع الدواجن ومع قطاع الدواجن او مع قطاع البنوك. كل قطاع عارفين ان له متوسطات مضاعفه متشابهه. فدي تاني فرضيه، ان انا لما اجي اقارن انا هشتري السهم اللي مضاعفه 10 مقارن بالسهم اللي مضاعفه 20 لازم يبقى الربح غير متكرر ويكون القطاع واحد اللي انا بشتري فيه أو المقارنة تبقى سليمة. زي ما قلت لحضرتك في البداية إن نفس الأجانب بيقارنوا الأسواق على مستوى العالم بمضاعفات ربحية السوق، ياخدوا متوسط السوق ككل يشوفوا متوسطهم مضاعفه كام. احنا بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ وائل. بنهاية فقرة أكاديمية البورصة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أسرار البورصة، وزي ما وعدناكم الحلقة اللي فاتت إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى من الحلقة الجاية هيكون معانا فقرة جديدة اللي هي المحفظة التجريبية، وهيكون معانا فيها كبار المحللين في مصر، وهنستناكم بإذن الله السبت الجاي إن شاء الله على قناة الحياة الساعة 8 مساء وأسرار الحياة.